والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الأخبار الاقتصادية لدى ميرنا إيهاب، تفضلي ميرنا. شكرا إيمان، شكرا سحر، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر إنك العالمية توماس بيلت فرص زيادة التعاون مع الشركة والاستفادة من الحلول والتقنيات والمعدات صديقة البيئة التي توفرها في إطار استغلال كافة السبل لخفض الكربون في عمليات وأنشطة صناعة البترول والغاز. وأشار الملا إلى أن العمل في قطاع البترول والغاز في مصر يعد بوابة للشركات العالمية للوصول إلى منطقة شرق المتوسط وما تتمتع به من فرص متنامية في ظل تعاون إقليمي فعال تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط. من جانبه أكد توماس بيلت أن قطاع البترول والغاز المصري شريك موثوق تتطلع الشركة لزيادة العمل معه والتوسع في أنشطتها داخل مصر. ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي بنحو 2%، وذلك بقيمة 3,234,000,000 دولار مقارنة بنحو 3,183,000,000 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أن نحو 10 دول استحوذت على 59.9% من إجمالي صادرات القطاع، تصدرتها إيطاليا بنحو 321,000,000 دولار، ثم كندا وإسبانيا. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم سحر وإيمان. شكرا لك.